عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود قناة ماتريكس 219 على اليوتيوب. بعتذر إن كنت غبت الفترة اللي فاتت، بقالنا حوالي 4 أيام تقريبا أو 5 أيام ما نزلناش فيديوهات، بس صدقوني كان لظروف خارجة عن إرادتي، ظروف تعب وظروف سفر، شوية حاجات كتير كده. فهنبدأ إن شاء الله نكمل مع بعض. النهاردة آخر يوم في شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم طيبين والناس بتعيد الفطر المبارك. يا رب يا رب يكون عيد سعيد علينا وعلى أمة المسلمين. طيب الموضوع بتاع النهاردة هيكون عن سيرفرات أفلام للمشاهدة والتحميل المباشر. نزل بقى العيد، كل سنة وانتم طيبين، واللي عاوز يفك عن نفسه ويتفرج على الأفلام وحاجات زي كده، جمعت لكم حوالي 4 سيرفرات كاملة للأفلام، للي عايز يعمل داونلود عنده إنترنت سريع أو اللي عايز يتفرج أونلاين. هتلاقوا من السيرفرات دي في سيرفرات عربي، في سيرفرات إنجليش، في أفلام هندي، في مجموعات مسلسلة، هتلاقوا في مجموعات كتيرة جدا. طبعا علشان تدخل على السايت هتكتب matrix219.com وانتر، المفروض كده هيفتح الويب سايت الخاص بماتريكس، بس بيعمل فورورد على طول على المدونة اللي هو /eg. يعني بالظبط لما تكتب matrix219.com تيبكال حاليا زي ما تكتب matrix219.com/eg، انا عامل فورورد للدومين ان هو يتحول على البلاج او المدونة بشكل مباشر. طبعا دي الموضوعات اللي موجودة في المدونة. هتلاقي الموضوع الاساسي اللي هو اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، اللي هو موضوع سيرفرات افلام للمشاهدة والتحميل المباشر 2016. هنفتح الموضوع، هنلاقي في عندنا السيرفر الاول، ده الرابط بتاع السيرفر، ممكن تعمل عليه كليك هيفتح لك الرابط على طول بشكل مباشر في تبويبة جديدة بالشكل الموجود قدامنا ده. وممكن بس نتأخر ده كده شوية، تمام، بالشكل الموجود قدامنا ده هتدخل على موفيز انجلش 3D، انجلش كوميدي، انديان دراما، كيدز، افلام اطفال، افلام باكستاني، عربيك، معرفش ايه بتاع، تدخل على الفيلم اللي انت عايزه. ولكن في ملحوظه، طبعا هنلاقي هنا الافلام كلها مساحتها جيجا، 2 جيجا، 4 جيجا، الافلام كلها HD او فول HD. الحاجات اللي ممكن هتشتغل معاك دايركت بشكل مباشر على المتصفح هي اللي هيكون امتدادها MP4 او الامتدادات اللي بتدعم ال VLC عامة يعني. لكن امتداد زي ال MKV او الـ AVI او الـ MBG، اغلب الامتدادات دي مش هتشتغل معاك مباشر عن طريق المتصفح، لازم تعمل ليها داونلود او تعمل انستول لبلجن على الفايرفوكس او المتصفح اللي انت بتشتغل عليه علشان يقدر يشغلها اونلاين بشكل مباشر قبل ما تعمل تحميل. طبعا بيرنت دايركتوري، الناس اللي فاهمة شغل ال FTP والسيرفرات والكلام ده، ده بيساعدك ليه الفولدر اللي قبل كده او الدايركتوري اللي قبل كده. ده اول سيرفر، اول سيرفر ده هنلاقي فيه افلام عربي، هنلاقي فيه افلام اجنبي كوميديه، هنلاقي فيه مجموعه افلام كبيره للاطفال وافلام كرتون، وهنلاقي فيه مجموعه افلام هندي. انا صنفت لك الاربع تصنيفات، افلام عربي، افلام اجنبي، افلام الاطفال، افلام هندي. بدل ما تدخل انت على السيرفر وتدور، لا، هتلاقي المجموعه مصنفه عندك، اختار اللي انت عايزه كيفما شاء. السيرفر الثاني هو سيرفر فيلم 4EG او سيرفر موقع افلام 4EG. هو المفروض الاسم الطبيعي للموقع film4eg.com، ولكن السيرفر اللي بيخزنهم عليه الافلام هو امتداده .net. هنلاقي فيه 3 مجلدات اساسيه، مجلد اسم مومن او MOMN، مجلد باسم كوكا، ومجلد باسم توتو، 3 مجلدات. ال3 مجلدات هتلاقوا الروابط بتاعتها موجوده قدامنا في المقاله او في التدوينه، تقدر تتصفحها كيفما شئت. ندخل مثلا على مومن ده او مؤمن، طبعا دي رساله من داونلود مانجر ملهاش اي لازمه افكك منها. ده هنا هنلاقي مجموعه افلام طبعا كبيره جدا جدا جدا، يعني بنتكلم في 300 400 500 فيلم تقريبا. في نشوف السيرفر اللي بعده اللي هو كوكا، كوكا ده برده هنلاقي فيه مجموعه افلام، مش هنلاقيها كتير زي الافلام التانية. في فيلم اوشن، يا رب يكون الفيلم سينا البلاير، لا ده هيحتاج ان هو يتسطب له بلاير، هيشتغل مع الفايرفوكس. في فيلم اوشن، في افلام كتيره، في توتو حلو اسم توتو، هنلاقي برضو هنا مجموعه افلام كتيره جدا، ايرون جيرل، الفتاه الحديديه، يو ساد. يعني ممكن تتصفحوها بقى عن طريق الفايرفوكس، تشاهدوا الافلام زي ما انتم عايزين. السيرفر الثالث ده سيرفر كامل، ده سيرفر بيحتوي الناس اللي غاوية مسلسلات أجنبي، هتلاقيهم عليه حلقات المسلسلة بالكامل لأغلب المسلسلات الأجنبية لحد سنة 2016 تقريبا.
هنا بطيء شوية في التحميل، معرفش ليه، ممكن على عشان المتصفح. وفي عندنا آخر حاجة اللي هو السيرفر الرابع، ده سيرفر بيحتوي على مجموعة أفلام كاملة للتحميل، ده السيرفر هو الكامل. على يبدو ان السيرفر الثالث ده فيه مشكله حاليا، يعني اول ريستارت او حاجه زي كده فيه مشكله، بس هو كان شغال طبيعي معايا من 5 دقائق او 10 دقائق تقريبا وانا بكتب التدوينه، ما كانش فيه اي مشاكل. نيجي للسيرفر الرابع والاخير، ودي اسامي المجموعات او المسلسلات اللي موجوده، مجموعات مسلسله كامله زي عندنا مستر روبوت، هتلاقوا مجموعه الحلقات كامله موجوده على السيرفر الثالث ده. طيب السيرفر الرابع ده سيرفر عليه مجموعة من الأفلام للتحميل المباشر، ده شكل الأفلام أو مجموعة الأفلام. طبعا لو عملنا أب كده أو بيرنت دايركتوري للسيرفر هتلاقي يقول لك باند، باند معناه إن الموقع ما هوش موجود. يعني لو حاولت تدخل على السايت اللي هو الفايل معرفش إيه كده، تمام، هيطلب منك يوزر نيم وباسورد وانك تعمل لوجن للسايت. لا احنا مش هنبص على الكلام ده خالص، وهندخل على طول على السيرفر اهو، كلها افلام 2016، 1 جيجا، 2 جيجا، 4 جيجا، حاجات مميزه جدا. يعني تابعوها بقى براحتكم. طيب اخر حاجه عندنا الاشتراك في قناه اليوتيوب، وكعاده التدوينات اللي انا بكتبها في موقع ماتريكس، لازم في كل تدوينه لازم تلاقوا تركه، والتركه دي عباره عن رابط او مجموعه روابط مخفيه في المقاله، مخفيه في المقاله، بمعنى انك مش هتقدر تشوفها، او اليوزر العادي مش هيلاقي الرابط موجود قدامه بالشكل ده. يعني العاده في الرابط بتلاقي الرابط بيكون علامة الايد تتحول بالشكل ده كده، بيكون اللون مميز شوية، يا اما باللون الازرق او لون مختلف عن اللون الطبيعي للكتابة. لا، في حاجات سيرفرات او في لينكات بتكون قوية جدا. يعني عندنا مثلا في التدوينة دي او في المقالة دي هتلاقوا فيه رابط لسيرفر كامل لمجموعة برامج متميزة جدا 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 جدا، من ضمنها مثلا اف بي اي فيسز، البرنامج لو حد منكم يسمع عنه او اتعامل معاه قبل كده، اللي هو البرنامج اللي بيستخدمه الاف بي اي في تمييز الوشوش او الوجوه. يعني لو في متهم شاف وش حد وعايز يتعرف عليه او حاجه زي كده، بيستخدمهم في الموضوع ده برنامج اسمه اف بي اي فيس او اف بي اي فيسز، ده هتلاقوه موجود في التدوينه هنا، رابط فيه مجموعات كامله برامج تعليميه للفوتوشوب بكل ما تتخيله، في مجموعه الادوب، في مجموعات افلام كامله 2016، في مسلسلات، في مجموعات فيديوهات، في مجموعات، بصم يعني هو هتلاقوا في سيرفر او اتنين هيدن او مخفيين في المقالة دي، هم كنز للي يقدر يوصل لهم، ولكن انا ما اقدرش انشرها ان بابليك او عامة، فعلى الاساس ده هتلاقوا الرابط هيدن. فانت وشطارتك بقى تدور في التدوينة بشكل ما، عرفت توصل للرابط حلال عليك، بس خليها بينك وبين نفسك علشان ما تنشرهاش، يعني ما تنشرهاش عامه للعامه، لانك انت اللي تستحق ده انك قدرت توصل للمعلومه. وفي نفس الوقت حاجه زي كده صعب انها تتنشر ان بابليك، ممكن يكون عليها مساءله بشكل ما. كان معاكم محمود، قناه ماتريكس 219 على اليوتيوب. بعتذر لو اتاخرت عنكم الفتره اللي فاتت، ولكن ان شاء الله مكملين. ومش هفكرك لو الفيديو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، شير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد معلومه، وميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. ولا اله الا الله، وكل سنه وانتم طيبين. لا اله الا الله.